ناس كتير بتسأل ايه الفرق ما بين الصفة اللي بالاي ان جي والصفة اللي بالاي جي. طبعا ناس كتير هتيجي ترد وتقول ان الصفة اللي بالاي ان جي بنستخدمها للثينجز والصفة اللي بالاي جي بنستخدمها للبيبل. طبعا الكلام ده غير صحيح. الصفة اللي بالاي ان جي هي الصفة بتوصف المؤثر اللي بيأثر عليا وبيجي لي فيلينج معين. لما اقول ذا فيلم از اكسايتنج يبقى ذا فيلم ميكس مي اكسايتد، بيخليني انا اكسايتد. طيب امال الصفه اللي بالايجي هي عباره عن ايه؟ الصفه اللي بالايجي هي بقى المؤثر او سوري الفيلينج اللي انا بشعر فيه، اللي الفيلينج اللي انا بحس بيه. يبقى I am excited because the film is excited. I am interested because the book is interesting. يبقى انا مهتم بالكتاب او مركز معاه because the book is interesting. فالصفه اللي بالاي ان جي هي بتوصف الشيء اللي بيأثر على الشخص وبيديله احساس معين، لكن الصفه اللي بالاي جي هي الفيلينج اللي انت بتحسه. فبنقول interested و interesting.